أول شيء أتوقع منظمة الغذاء والأدوية CDC أعلنت مؤخراً بأن يعني لا تنصح بعمل فحص الأجسام المضادة، وذلك بسبب أن هناك فئة من الأشخاص أعطتهم شعور بأن إذا أنا عندي أجسام مضادة معناته أن أنا ممكن أسوي اللي أقدر أسويه، وهذا بالضبط ترى حتى اللي صار عندنا في مجتمعنا في البحرين. احنا قلنا الأجسام المضادة قد لا تعني بالمعنى الصحيح تعطيك حماية كاملة، وعلشان كذي طلع الإرشاد الطبي العالمي بأن أي شخص ياخذ التطعيم عليه التزام بهذه الإجراءات. فعمل الأجسام المضادة قد لا تعني بأنك محمي 100%، فاحنا ما ننصح أن الكل يسويها. طبيا احنا نسويها اذا عندنا بعض الحالات الخاصه، خصوصا للاشخاص اللي ياخذون ادويه خافضه للمناعه او الاشخاص اللي عنده بشكل عام مناعتهم ضعيفه نعمل هذا الفحص. ولكن سوء استخدام فحص الاجسام المضاده ادى الى الشخص انه يشعر انه هو محصن، وبالتالي لم يلتزم بالاجراءات، مما ادى الى هذه الزياده المطروده مو بس في البحرين حتى عالميا.